وجاز تعريضه كفيك راغب. وجاز التعريض كما في الآية، جاز أن يعرض لا أن يخطب خطبة صريحة، وجاز له التعريض كفيك راغب. أمثلة على التعريض، هذه أمثلة فقط على التعريض، أمثلة على التعريض ولكنها ليست للحصر، وربما تكون مثلا في وقت معين هناك أمثلة أخرى أدق وأوضح وأبرأ. نعم، لكن هذه مثلة قطعا، لأنها أمثلة إنما أخذها من زمن الوحي، أمثلة معبرة. نعم، لا أعطاها هدية، مش شرى هدية، لكن تعريض ولا عادة؟ لكن لا تعريض، لكن تعريض لا تعريض، وبحسب العرف، حسب العرف. بحسب العرف، لأن ولذلك القاعدة شنو؟ القاعدة أن أي شيء يحتمل غير العقد، يحتمل غير الخطبة، فهو تعريض، يحتمل احتمالات متساوية، وأي شيء الراجح فيها أنه خطبة، أنه خطبة، أو الراجح فيه أنه إشارة إلى العقد، فهذا تصريح. بحسب الوقت وحسب الأعراف اللي متعارف عليها. نعم، بحسب اللغة، حسب حتى اللغة، لأن اللغة تعبيراتها مختلفة، اللغة تعبيراتها مختلفة. وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء هو الإهداء رغم يا الصيد، أبو. هو الإهداء. والتفويض الولي العقد لفاضل. أيوة، وجاز تفويض الولي العقد وندب تفويض الولي العقد لفاضل، قبيل العطف الذي يكون ندب، ندب لمحتاج، ما بينها بعد ما علاقة. بعد العطف عطوه مش عند الغاز خالد. هذا تفويض الولي العقد العقد لفاضل، لفاضل معناها عنه الولي، أنه يجوز له بل ويندب عند البعض تفويضه العقد لفاضل، معناها عنه يفوض لفاضل أن يتولى العقد. هذا يندب. يندب والتفويض والله يجوز على قولين. غالب النظر اللي قلت انا معطوف عليك ندب اللي يقول هو هنا القصد عنده الندب. ندب. وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي. وذكر المساوي ذاك من مندوبات، من الجائزات، ذكر المساوي جائز، ذكر المساوي جائز، وذكر المساوي، ولكن المساوي إذا كانت من العيوب التي يرد بها يجب عليه تبين، وإذا كانت ثمانية من العيوب التي يرد بها لا يجب عليه تبين. ولا ما ذكرها يفسخ يكل يرد بها. هذه اللي يرد بها وتوفي إلى اطلع عليها، إذا اطلع عليه الزوج قبل الدخول يفسخ النكاح ولا صداق. لا صدق. نعم، وذكر المساوي بعدهم ولا اثنين، الزوج والزوجة. ذكر المساوي اللي هي الزوجة، زوجة والزوج ما عنده ذكر المساوي. الزوجة نعانوا لي هون للزوجة. نعم. وذكر المساوي وكره عيدة من أحدهما. وكره عيدة من أحدهما، وتكره العدة بالزواج من أحدهما، معناها المعتد والخاطئ. ولا توعدهن. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها. كذلك يكره تزوج الزانية، زانية، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أحمد، حديث صحيح، قال لا ينكح، قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ورأينا في الآية
لا ينكح الزاني المجلود إلا إلا مثله، مثله. والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك. طبعا بس أيضا في الآية زاني تنك إلا زاني مشرك وحرم ذلك على إذن هذا معناه أنه حرام، هذا. هذا التزوج زانيتي هو هون لا لا هو هون يقول بالكراهة. كراهة. كراهة لا سمعت ما يفرقون بينه وبين هذه الآية والحديث. لا بالنسبة للآية قالوا عنها منسوخة اللي هي الزاني اللي هي تحريم نكاح الزاني. أنكحوا لأمامكم الصالح وأنكحوا لأيامكم الصالحين من عبادكم. نسخت آية الزانية والزاني في ذوق الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. نكحت نسخت بالآية بهاي الآية الأخرى وانكحوا الأيامى منكم من الصالحين. عبادكم. والأيم اللي هي اللي سبق تزوجت. ايوه بالنسبة لي للحديث هو خبر محمول للكراهة عملوا على الكراهة غير بعضهم بعد قايل بالحرمة. بعض العلماء علماء قال بالحرمة إذا المالكية بعد مكروه عنده. جمهور العلماء يعني. نعم. وتزوج زانية أو مصرح لها. أو مصرح لها في الخطبة في العدة. كذلك إنسان صرح لامرأة في العدة بأنه بالخطبة صرح له بأنه سيتزوجها هذا يكره له أن يتزوجها بعد العدة. إذن تصريح معناه أنه ما هو حرام، تصريح نعم حرام بعد أيوه. هو فعل فعلا حراما أيوه. يغير بعد أن انقضت العدة. إيه بعد أن انقضت زين. أيوه. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها هي العدة بعدها اللي هي العدة وندب فراقها. وندب فراقها وندب فراق المصرح لها في العدة إذا تزوجها ندب له أن يفارقها. فراقها راجل على المصرح لها. راجل المصرح لها وعرض راكنة لغير عليه. وعرض راكنة لغير عليه. الراكنة للغير الخاطب الجديد يندب له أن يعرضها على الخاطب الأول فإذا أذن له كان أصبح لا حاجة له فيها يتزوجها كما في الحديث الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الذي قبله أو يأذن له. معناها يندب له أن يعرض عليه الأمر يقول له أنا أريد أن أتأكد أنك راغب في هذه وأنك ما زلت على عهدها أنك ما زلت على العهد معها. يندب له ذلك لغير عليه. نعم. وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة. الآن سيتكلم عن ركن النكاح أنا عن أركان النكاح. وركنه لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى الضمير ذلك من صيغ العموم. وركنه ولي. الركن اللي هو شنو؟ الركن اللي هو الحقيقة التي لا قيام للشيء بدونها. ركن كأنه من ماهية الشيء لا قيام له بدونه. وركنه ولي. ولي ركن أولا ولي المرأة. ركن ولي وصداق قال وصداق ومحل وصيغة. ومحل وصيغة شو أربعة أركان. الولي الذي يلي الزوجة سواء كان مجبرا أو غير مجبر. والصداق الذي يدفع عند النكاح. ومحل اللي هو الزوج والزوجة. والصيغة التي يعقد بها النكاح. هذه أركان النكاح.
هذه أصلها من الحديث شنو؟ الولي. وكلها واضحة، لأن بالنسبة للولي لا نكاح إلا بولي. هذا حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. وصداقهم وصداق أصلها وآت النساء صدقاتهن نحلة، ومحل محل واضح. يعني لا صح. وصيغة. وصيغة عقدة النكاح، نعم. وصيغة بأنكحت وزوجت. بأنكحت وزوجت. الصيغة شنو هي؟ الصيغة كل ما يدل على ارتباط الزوج والزوجة بعقد شرعي، ولكن هناك صيغ شرعية ذكرها الشرع، وهي الأحسن. هي الأحسن، هي الأصل، وهي صريحة فيه، اللي هي أنكحت وزوجت. هذه صيغة صريحة، صيغة شرعية. أي صيغة يفهم منها بعد لكن أي العمل صيغة تجزي. تدل على عقد النكاح صحيحة. إذا قال أعطيت والله مكنت لا، وقدرت أعطيت بصداق، بدون صداقة. لأن أعطيت بدون صداق معناها الهبة، والهبة لا تجوز، لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يقبل من المرأة أن تهب نفسها له. نعم. صداق درا كان محدد في حالة العقد والله ما لا بد منه. يمكن أن يحدد، يمكن أن يكون صداقة توفيضا. الصداق سيتكلم عنه باستفاضة كاملة، سهاب باب كامل سيتكلم عن الصداق، باب كبير. إن شاء الله. وهو قاع هو هذا فيه قاعدة، أنه ليس كتاب سؤال. كل الأسئلة التي ستطرح والتي ستخطر ببالك هو سيجيبك عليها. وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت. وبصداق وهبت. وهبت شوف. بصداق. نعم، وهبت بصداق. هذه من صيغ النكاح. نعم. وبصداق وهبت معناها بصداق مع وهبت. نعم. وهر كل ومع 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 صداق وهبت. بالأولى بمعنى مع، بمعنى مع. يعد تقدير شنو؟ وبصداق وهبت معناها مع صداق وهبت. ايوه زين. مع صداق وهبت. يعني الباء تأتي بمعنى مع. وتعود وهبت هي المبتدأ، مع صداق هي الخبر. نعم. أنا وهبت مع صداقي. نعم. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدى الحياة كبعت كذلك كذلك تردد. إن رأي كان كل هل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة يصح صيغة للنكاح. هذا فيه تردد عند المالكية. تردد معناها أن المتقدمين، إما أن المتقدمين لم ينصوا على شيء في ذلك، وإما أن المتأخرين ترددوا في النقل. ما أن إما أن المتقدمين لم ينصوا على شيء في ذلك، أو أن المتأخرين ترددوا في النقل، ترددوا في النقل، لم يجزموا بالنقل. وهذا المصطلح قاع ما حق عنه تقدمه في المقدمة. قدمه في المقدمة. وكذلك تردد. وكقبلت. وكقبلت. كذلك. وهذا عند المالكية ولا الفقهاء كاملين؟ اللي هو هذا التردد. هذه اصطلاحات خاصة بالمالكية. مالكية. اصطلاحات خاصة بخليل فقه. وكقبلت. وكقبلت. أكمل الكلام. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد. وكقبلت وبزوجني فيفعل. وكقبلت. كذلك إذا خطب خاطب وليا معينا، خطب امرأة ولي معين وقال له الولي قبلت.
نعم، ثم قال بيزوجني فيفعله. وبيزوجني كذلك، لو قال الخاطب زوجني وفعل. نعم، ولزم وإن لم يرضى. ولزم، ولزم هنا الزواج، ولزم العقد الزوجة وإن لم يرضى. وإن لم يرضى. أنا عندي دور توضيح شوي في هذه القضية. أنا التردد مستوى العالم ما هو من ناحية اللفظ، مستوى العالم هذا عدم الحاسم في هذا الخلاف كان ولا عند هذا لا متعلق، هذا التردد متعلق بالمالكية فقط. ما بالنسبة للقاعدة الأخرى التي قلت لك أن أرجح الأشياء، أن الألفاظ التي ورد بها الشرع هذه صريحة في عقد النكاح، وكل لفظ يدل على ما تدل عليه تلك الألفاظ يحصل به عقد النكاح. نعم. ولزم وإن لم يرضى. لزم اللي هو اللي هو النكاح، اللي هو النكاح، وإن لم يرضى اللي هو الولي، اللي هو واللي ما يرضى اللي هو الزوج. اللي هو الزوج. نعم، لا قال له زوجني، قال له فعلته، اي نعم، لزم حينئذ. لازم. نعم، نعم. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار. ايوه، بالنسبة للمالك السيد يجبر العبد والأمة على الزواج بلا إضرار، معناها إذا لم يكن في ذلك إضرار لهما، إضرار بهما، بشرط عدم الإضرار. نعم، أمة وعبدا على الزواج يزوجهما من شاء بشرط عدم الإضرار. نعم نسبة المال نعم رجع مثلا مطروح ذاك، حتى عبدا بلا إضرار لا عكسه. لا عكسه، معناها لا يجبر العبد والأمة، لا تجبران وليهما ولي سيدهما على تزويجهما. معناها العبد لا يجبر سيده على تزويجه، لا يقول له لا بد أن تزوجني. معناها لا يلزم، لا يلزم السيد أن يبذل له مالا للزواج. ولا مالك بعضه. ولا مالك بعضه، كذلك مالك البعض لا يجبر، لا يجوز له الجبر. من ملك جزءا من عبد لا يجوز له ان يجبره على الزواج، ومن ملك جزءا من امة لا يجب ان لا يجوز له ان يجبره على يجبرها على الزواج. وله الولاية والرد. وله الولاية اللي هو مالك البعض، له ان يلي العقد، عقد المبعضة او عقد المبعض، وله الرد، وله ان لا يقبل الزواج. والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب. والمختار ذاك وعد وله الرد، وله الولاية والرد. ايوه، بداية كلام ولا والمختار. أنثى. والمختار ولا أنثى بشائبة، كذلك المختار بالاختيار للخمي. إذا قال اختار معناها أنه اختار من الخلاف، معين عند العلماء. وإذا ورد بصيغة الاسم فمعناه أنه اختياره هو في نفسه. طيب، أنه اجتهاده هو، معناها إذا ورد بصيغة الاسم معناها اجتهاده هو اللي هو اللخمي، به اللي هو عنده مصطلحات الاختيار للخمي. و اختيار المصدر الاختيار سواء كان فعلا أو اسما، لكن إذا كان فعلا معناه أن اللخمي اختار من خلاف سبقه، وإذا كان اسما معناها اللخمي اجتهد. وكذلك الترجيح، نفس الشيء لابن يونس، وكذلك الظهور لابن رشد، والقول للمازري. هاي اصطلاحات، معناها إذا رأينا إذا قال قالنا قال وقال المقول وقيل فهذا للخمي عند المازري، وإذا قال بالظهور ظهور أو ظهر ونحو ذلك هذا لابن رشد، وإذا قال الترجيح فهو لابن يونس. نفس الشيء دائما الفعل، إذا كان ذلك بصيغة الفعل فهو الاختيار من الخلاف، وإذا كان بصيغة الاسم فهو لاختياره هو في نفسه.
والمختار. إذن هذا الاختيار على كل حال راجع له اللخمي هذا ولا معناها يضر. انا عن اللخمي عن مشتهى عن رأى هذا رأي اللخمي. عن له الولاية والرد والمختار ولا أنثى، والمختار ولا أنثى بشائبة وكاتم. يا وزين حنص نشرح هذا التنت. والمختار ولا أنثى بشائبة. ولا أنثى بشائبة. المختار الذي رآه اللخمي أن أم الولد أيضا لا يجوز للسيد أن يجبرها. أنثى بشائبة كان قد يقول أم ولد، وهو بيد لله المقصود. أنثى بشائبة معناها أم ولد، فهم؟ لا يجوز للسيد أن يجبرها على الزواج. نعم. إذن بالشائبة يعني أم الولد، بالشائبة ومكاتب. ومكاتب كذلك، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا يجوز للسيد أن يجبره على الزواج. بخلاف مدبر. بخلاف مدبر، بخلاف المدبر معناها الذي هذا العبد الذي قال سيده إذا مت فأنت حر عن دبر، معناها عند موتي. ومعتق لأجل. ومعتق لأجل معناها هذا العبد اللي قاله السيد أنا سأعتقك بعد سنتين، هذا أيضا يستطيع أن يجبره. إذن المدبر يستطيع أن يجبره على الزواج، والمعتق لأجل يستطيع أن يجبره على الزواج. نعم. إن لم يمرض السيد. إن لم يمرض السيد معناها المعتق لأجل إذا، والمدبر إذا مرض، إذا مرض السيد، إذا كان السيد في مرضه لا يجوز له أن يجبرهما، لأنهما أصبحا في حكم الحرين. لأنه بموته و ي ي ي بمرضه ب ب ب لا بموته يحر المدبر. أيوة. ويحر المعتق لأجله. إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل. ويقرب الأجل. مرض السيد بالنسبة، إن لم يمرض السيد هذا نشر مرتب. لم يمرض السيد بالنسبة للمدبر. ويقرب الأجل جدا بالنسبة للمعتق لأجله. فإذا قرب أجل المعتق لأجل ومرض السيد بالنسبة للمدبر لا يجبر حينئذ المدبر ولا يجبر المعتق لأجله. إذن هذا هو اللي اختار الأخ. ثم أب. ثم أب. ثم المجبر بعد السيد أب. ثم المجبر بعد السيد أب. أيوة. ثم أب وجبر المجنونة والبكرة. أيوة. من يجبر الأب؟ من يجبر على النكاح؟ المجنونة والبكرة. والأصل، والأصل في الجبر هو حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست. ما فاتت تفقه شيء. نعم. ثم أب وجبر المجنونة والبكرة ولو عانسة. والبكرة ولو عانسة، العانسة التي لم تتقال طالت، طال انتظارها للزواج، معناها بكر أصبحت كبيرة لكنها لم تتزوج. إلا لك خاصيا على الأصح. إلا لك خاصيا على الأصح، على الأصح معناها الخاصي هذا الذي قطعت خصيته هذا لا يجوز للأب أن يجبر عليه ابنته على الأصح، على الأصح. ولا مجنونته لا يجوز أن يجبر عليه تو. على الأصح، على الأصح. أنا عدم قول عنه، عدم قول عنه يجوز. والثيب إن صغرت. وكذلك يجوز للأبي أن يجبر الثيب إن صغرت. الثيب اللي صغيرة أنا هي تزوجت لكنها صغيرة ما زالت رجعت إلى بيت زوجها، إلى بيت أبيها وهي ما زالت صغيرة. أكيد. نعم. أو إن صغرت أو بعارض أو بحرام. أو بعارض معناها أو كانت ثيوبتها، الثيوبة هي إزالة البكارة، كانت الثيوبة التي حصلت لها بعارض مثلا بسبب عملية جراحية، بسبب رياضة بدنية، أو بسبب، أو بسبب حرام والعياذ بالله، ما هو بسبب زواج. إن صغرت أو بعارض أو بحرام. أو بحرام أو 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 زالت بكارتها بحرام، بسبب حرام، بسبب الزنا مثلا. وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان. وهل محل الجبر إن لم تكرر الزنا؟
فإذا كررته لا شبه. تأويلان. تأويلان، تأويلان معناها التأويل، معناها تفسيران للمدونة. أنا هذا الكلام منقول من المدونة، ولشدة ارتباطهم بألفاظها أحيانا تكون يكون اللفظ محتمل لمعنيين، فيستخرجان حكمين على أساس احتمال اللفظ لهما. لا بفاسد. لا بفاسد. أما بالنسبة للنكاح الفاسدي، نكاح الفاسدي المزيل للثيوبة، المزيل للبكارة التي أصبحت صاحبته دخل بها الزوج، هذه لا تجبر، لا تجبر المرأة التي دخل بها الزوج في نكاح فاسد، لا تجبر بعد ذلك على الزواج. لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت. وإن سفيهة، وإن كانت المرأة سفيهة، على من تعود هيب، وإن كانت المرأة سفيهة أو بكرا، وإن سفيهة وإن سفيهة أو بكرا رشدت. والله هي بكر ولكنها رشدت، وأنا أصبحت رشيدة أيضا لا تجبر. والسفيهة كذلك. السفيهة للثيب، السفيهة الثيب. وبكرا رشدت. أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت. أو أقامت ببيت الزوجية سنة وأنكرت دخول الزوج بها، لا تجبر كذلك. وجبر وصي أمره أب به. وجبر وصي أمره أب به. أنا الوصي إذا أمره الأب بالجبر يجوز له الجبر، يجوز له جبر من يجوز له، من يجوز للأب أن يجبره. الوصي يجبر من يجوز للأب أن يجبره إذا أوصاه الأب بذلك. مثلا يجوز له أن يجبر أخته إذا وصاه أبوه. إذا كان أخا لها، نعم، هي البنت، بنت الأب، أيوه. الوصي الصبي أخوها، الوصي هو الوصي معناه عندي. إذا كان الوصي سواء كان أخا لها أو لا أخ، المهم أن يكون وصي الأب هذا. وجبر وصي أمره أب به. أو عين له الزوجة. أو عين له الزوجة، معناها لم يأمره بالجبر، وإنما عين له، قال زوج بنتي هذه من فلان بعينه، فيجوز له أن يجبرها عليه. وإلا بخلاف. وإلا فخلاف، وإلا بأن لم يعين له ولم يصح على الجبر فهو قائم مقامه، ففيه خلاف، هل يجوز له الجبر أو لا يجوز له؟ وهو في الثيب ولي. وهو في الثيب ولي، اللي هو الأب في الثيب ولي. نعم. هو في الثيب ولي. نعم. الأب في الثيب ولي، لا يجبر. لا يجبر. لا يجبر. وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض. وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض، معناها يصح أن يقول الأب في مرضي، في مرضه إن مت فقد زوجت ابنتي بفلان. بمرضي، مرض الموت. إذا قال يصح، لكن مازال متعلق بشيء بعده، قله. وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض، وهل إن قبل بقرب موته تويلا. وهل محل الصحة إذا قبل الزوج بقرب موت الأب تأويلا. ثم لا جبر في البالغ. ثم لا جبر بعد ذلك. أيوة، ذكرنا المجبرين بعد السيد والأبي ومن أوصاه له. تماما، ذكرنا المجبرين ثم لا جبر بعد ذلك. فالبالغ، فالبالغ، فالبالغ مثلا هنا البالغ سواء كان ذكرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يقوم بنفسه، يقوم بنفسه ولا يجبر، وإنما يكون له وليا، يكون لا كانت أنثى يكون لها وليا فقط. فالبالغ، فالبالغ معنى بداية كلام شيء. نعم، بداية كلام شيء. أيوة. بداية كلام شيء ولم يقل منه إلا هذه الكلمة. أيوة. حذف ما قبله وحذف ما بعده.
البالغ يريد أن يقول فالبالغ إنما يولى فقط ذكرا كان أنثى، إذا كان أنثى، وإذا كان ذكرا فلا ولاية عليه. ثم لا جبر، انتهى الكلام. سنتهي البالغ إلا يتيمة خيف فسادها. ايوه، الا ثم لا جبر استثنى بعد ذلك، قال الا يتيمة خيف فسادها. ويمكن ايضا يكون هذا، يكون هذا تصحيف من الكتاب، ويكون في البالغ ثم لا جبر في البالغ البالغ صحيح. الا يتيمة خيف فسادها. الا اليتيمة بالغة. هاي استثناء، ما هم البالغ. ثم لا جبر، استثناء من لا جبر، هي استثناء من الجبر. استثناء من لا جبر، إلا يتيمة خيف فسادها فسادها. وبلغت 10. بلغت 10، معناها بلغت إلا 10. أيوه، يتيمة خيف فسادها وبلغت 10. أيوه، بشروط. وشوير القاضي، وشور القاضي. استشير، وإلا صح إن دخل وطالع. طيب، هاي الشروط إذا توفرت في اليتيمة يجوز جبرها. خيف فسادها لعدم الزواج، بلغت وبلغت 10، عشرا، وشور القاضي في أمرها. أيوه، وثم قال وإلا صح إن دخل وطالع. وإلا بأن لم تتوفر هذه الشروط، يتوفر واحد منها وأجبرت اليتيمة على الزواج، صح النكاح إن دخل وطال الزمن، إن دخل الزوج وطال الزمن. طول يحسب كم تقريبا؟ لا عرفي. لا حسب العرف. وإلا صح إن دخل وطال. وقدم ابنه. ايوه، هذا بالنسبة للأولياء، سيرتب لك الأولياء. يقدم أولا عند المالكية الابن، فابنه، فابنه وإن سفل، فأب، فأب و... فأب وإن علا، فأب فجد، نعم، فأب فأب ثم الأب، فابنه، فابنه فابن الأب اللي هو الأخ، فجد، فجد وإن علا، فعمه، فعم، فابنه، عم اللي هو أخ الأب، فابنه اللي هو ابن العم. وقدم الشقيق على الأصح. وقدم الشقيق على غير الشقيق على الأصح. في كل هذا. نعم، في كل هذا. إذا ابن وابنه يسبق الأب. الابن وابن وإن سفل يسبق الأب. الابن وابنه. والأب والأخ يسبق الجد. والعم بعد الجد، وابن العم بعد ذلك، ويقدم الأشقاء على غير الأشقاء على الأصح. على الأصح. والمختار. والمختار على الأصح، على الأصح في المذهب، والمختار عند من؟ الأخمي. عند الأخمي. والمختار فمولى. فمولى، ولا راسك لا فمولى، معناها هذا لا في الترتيب، بعد هذا فمولى، المولى بعد هذا، المولى، المولى الأعلى، المولى الأعلى اللي هو المعتق. بعد هذا إنسان، إنسان حر لكنه أصلا اعتق، سبق وأن كان عبدا، لكنه الآن حر، هو الآن حر. أو أولا هذه السيدة اللي الآن هي حرة، وليها ابنها، ثم ابنه، ثم أبوها، ثم ابنه، ثم الجد وإن علا، ثم العم، ثم ابن العم، ويقدم الأشقاء. بعد ذلك يأتي مولاها اللي هو معتقها. ما في حال ما يجبرش من هذا. نعم. زين. في الترتيب، نعم. مولاها القديم. مولاها، مولاها هذول اللي عتقها. نعم. ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ثم هل الأسفل؟ ثم هل بعد المولى الأعلى المولى الأسفل؟ المولى الأسفل معناها ايش؟ معناها هذه أمن. كانت هذه، كانت أمن. كانت مملوكة لمعتق. هذا المعتق عنده واحد اعتقه، واحد إله هو اللي أعتق أصلا،
اعتق عمرو اعتق زيد، ايوه وزيد كان يملك سعاد واعتقها. عن سعاد عن زيد ما هي عمرو، يغير عمرو له الولاية على زيد. إن هل بعد المولى الأعلى يأتي المولى الأسفل؟ المولى الأسفل، الأسفل بالنسبة لي هو سعاد في حالة المثال، المولى الأسفل بالنسبة لي عمرو، أيوة. وهو المولى الأعلى بالنسبة لي سعاد. بالنسبة نعم واضح. هل الأسفل وبه فسرت؟ وبه فسرت المدون. أو لا؟ أو لا، أو الأسفل لا يلي أصلا. صحيحة. وصحيحة، وهذا هو اللي صححه كثير من العلماء، أن المول الأسفل لا يلي. وصحيح هذا المصطلح معناه عنده شنو دائما يقول؟ اللا ما صحيح معناه عنده، اللا معناه أنه صحيح، اللا معناها أن صححه شيخ أو عالم من علماء المجتهدين غير الذين ذكرناه. هو اللي حدد. المشهور من مذهب المالكي. طبعا لا، المذهب ماشي. نعم المالكي. فكافر. فكافر. بعد ذلك يأتي الكافل. هذا الكافل ما أجبرنا، لم نجد أحدا من هؤلاء. فالكافر الذي يكفل هذه المرأة يليها. وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد؟ أيوه. وهل محل ولاية الكافل أن يكفل 10 سنين أو 4 من السنين، أو أن يكفل مدة تحصل له بها الشفقة على المكفولة؟ تردد. تردد. تردد طبعا فيه إما لم ينص عليه المتقدمون، وإما تردد المتأخرون في نقله. 10 من السنين والله 4. والله 4 والله مدة تكفي لشفقته عليها. تكفي لأن يسري بينه وبينها الشفقة. وهيك تحدد الله بالعرف. بالعرف فقط. وهل إن كذل 10 أو 4 أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة؟ وظاهرها ظاهر المدونة أن الكافل لا يكون وليا إلا بالنسبة للدني، وظاهرها شرط الدناءة. شرط الدناءة في المكفولة شرط تولي الكافل لولايتها أن تكون دنية. الحاكم. فبعد الكافل يتولى الحاكم، ولاية الحاكم. بعد الكافل تأتي ولاية الحاكم. اللي هو الأمير. الحاكم اللي هو إما القاضي الذي ينصبه خليفة المسلمين، أو الحاكم بنفسه. فولاية عامة مسلمين. فبعد ذلك، بعد ولاية الحاكم، تأتي ولاية عامة المسلمين، معناها أي واحد من المسلمين يتولى العقد. وصح بها في دنيئة مع خاص لم يشبه. وصح العقد بها، أي بولاية عامة المسلمين، في امرأة دنيئة لها ولي خاص لا يجبر، ليس من أولياء الجبر. تصح حينئذ ولايتها. تصح حينئذ ولاية ولاية المسلمين لها، ولاية عموم المسلمين لها. في دنيئة مع خاص لم يجبر. مع خاص لم يجبر. لا يمكنه أن يجبرها. نعم، لا يمكنه أن يجبرها. كشريفة دخل وطال. كشريفة دخل وطال. كذلك بالنسبة كشريفة إن دخل وطال. ما قال إن دخل وطالته. أكمل الكلام. كشريفة دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم. كشريفة إن دخل وطال. كشريفة إن دخل وطال، معناها الشريفة إذا وليها، ولي عقدها أحد المسلمين ولها ولي غير مجبر،
فإذا دخل الزوج بها وطالت الفترة يصح ذلك ويمضى ولا ينقض. نعم. الشرف هي ضد الدنيا. ضد الدنيا نعم. ما هي قضية النسب؟ أنا أقصد بها قضية النسب الشرف. لا ليست قضية النسب. وإن قرب فللأقرب أو الحاكم. وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب. هذا الرد. إن غاب الرد. معناها إذا قرب الزمن لم يطل الزمن. فللأقرب أن يرد النكاح رد النكاح وللحاكم إن غاب الأقرب أن يرده. نعم. وإن قرب فللأقرب. فللأقرب أن يرد النكاح. إن قرب. إن قرب. إن قرب معناها لم يطل الزمن. إذا لم يطل الزمن للأقرب الولي أن يرد نكاح الذي تولى النكاح الذي تولاه أحد عامة المسلمين. وإذا وإن غاب هذا الأقرب فللحاكم أن يرد هذا النكاح. نعم. معناها الرد يرجع للاثنين. نعم. وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان. وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان. معناه في تحتم الرد رد هذا النكاح إن طال قبل الدخول قبله اللي هو الدخول تأويلان فيه تأويلان معناها تحتمه وجوبه تحتمه معناها وجوب الرد قبله اللي قبله الدخول اللي هو الدخول مع الطول لا لا وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر وصح صح النكاح بولاية أبعد مع وجود أقرب إن لم يجبر هذا الأقرب إن لم يكن من أولياء الجبر ولم يجوز كأحد المعتقين ولم يجوز هو صح ولكنه لم يجوز أنا لا يجوز الإقدام عليه ولكن النكاح صحيح كأحد المعتقين وما يجوز لا يجوز للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب أيوة. ولكن إذا فعل صح يعني هو يخرج نعم نعم صح النكاح وفعل فعلا لا يجوز لكن النكاح صحيح كأحد المعتقين كأحد المعتقين أنا كذلك هذا العبد الشريك بين معتقين اعتقاه لا يجوز أن يزوج أحدهما أحدهما هذا المعتق لأنهما يستويان في الحق ولكن إذا فعله صح النكاح صح أيضا إذا فعله أحدهما صح النكاح ورضاء البكر صمت أما بالنسبة لرضاء البكر صمت كما رأينا في حديث أبي هريرة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم نعم كتفويضها كتفويضها كذلك كتفويضها معناها إذا فوضت أكمل الكلام ولم يجوز كأحد المعتقين ذا الكلام ورضاء البكر صمت كتفويضها وندب إعلامها به نعم كتفويضها كذلك تفويضها لشخص معين أن يتولى العقد هذا الرضا بشخص معين يتولى العقد هذا كذلك صمتها فيه يعتبر إقرارا معناها البكر إذا استؤذنت وصمتت فمعناه أنها أذنت أذنها صمتها نعم وإذا كذلك وإذا 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 فوض نكاحها وسكتت فمعناه أنها أذنت فوض نكاحها فوض معناها وكل به فوض نكاح التفويضي معناها ليلة لم يسمى مهره لم يسمى مهره وسكتت على ذلك معناها إيه قابلة سكتت نعم نعم
ما صمتها في الرضا كصمتها في التفريط، دليل على صحيح قبولها. على قبولها. ورضا البكر صمت كتفريطها، وندب إعلامها به، وندب إعلامها به. أكمل إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله. نعم، وندب إعلامها به اللي هو بأن الصمت رضا، وندب إعلامها به أي بالصمت بأن الصمت رضا، ولا وندب إعلامها به. نعم، يقال له يقال لها اعلمي أن صمتك رضا، وندب إعلامها به. أيوة، تعليمها. أيه تعليمها. نعم، ولا يقبل منها دعوى جهله ولا يقبل ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر. معناها إذا ادعت بأنها جهلت أن الصمت رضا لا يقبل منها ذلك في تأويل أكثر العلماء المالكيين. إيش تقول؟ إذا ادعت أيوة. وقالت أنا ما كنت أظن أن الصمت رضا بعد التعليم، بعد تعليمها فقط، تعليمها يندب فقط. أيوة. يندب. أيوة. لكن هي الآن لو عقد عليها أيوة. وصمتت وتم الزواج، إذا قالت بعد ذلك، ادعت بعد ذلك أنها ما علمت أن الصمت رضا، لا يقبل منها دعوة. نعم، لا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، في تأويل الأكثر، تأويل أكثر العلماء، أكثر العلماء المالكية، وعلى هذا يقبل منها عند بعضهم. وإن منعت أو نفرت لم تزوج، وإن منعت أو نفرت لم تزوج. إذا نفرت أو منعت قالت لا، أو نفرت بالحال لا تزوج، أنها لم ترضى. لا إن ضحكت، نفرت معناها امتنعت، امتنعت معناها صرحت بالامتناع. أيوة. ونفرت معناها لم تقبل بالحال، لم تزوج. لا إن ضحكت أو بكت، لا إن ضحكت أو بكت، لأن الضحك يدل على الرضا، والبكاء قد يكون بسبب السرور. نعم، معنى محتمل. نعم، لا إن ضحكت أو بكت. نعم، إذا ضحكت أو بكت ذلك رضا منها. والثيب تعرب، والثيب أما الثيب فتعرب معناها تصرح، لا بد أن تصرح. كبكر رشدت، كذلك البكر إذا كانت رشيدة تصرح، لا يكفي الصمت. تعرب كبكر رشدت أو عضلت، أو عضلت، كذلك البكر إذا عضلت فإنها عضلت، عضلها أبوها عن الزواج، منعها، فإنها تعرب كذلك، تعرب للحاكم ويمنعه الحاكم من ذلك. أو المقصود هنا أنها إذا عضلت، مثلا إذا صح عضل الأب لها، أنها لا تزوج بعد ذلك، لا يزوجها بعد ذلك إلا بإعرابها، معناها لا يستطيع أن يزوجها بعد ذلك إلا بأن تعرب عن رضاها، لأنه قد يكون إنما عضلها ليزوجها زوجها ممن لا ترضاه هي. نعم، كيف كان رشدت أو عضلت. نعم، أو زوجت بعرض، أو زوجت بعرض، كذلك إذا كان الصداق عرضا ليس نقدا لا بد أن تعرب البكر. أو برق، أو برق، أو زوجت بعبد لا بد أن تعرب عن رضاها. أو بعيب، أو بعيب، أو بإنسان فيه عيب لا بد أن تعرب عن رضاها حينئذ. أو يتيمة، أو يتيمة، زيد، أو افتيت عليها، أو يتيمة، أو كانت يتيمة، يتيمة أيضا لا بد أن تعرب، لا يكفي سكوتها. أو افتيت عليها معناها زوجت بغير إذنها، زوجت مثلا لما زوجها رجل افتات عليها، ما هو لها، وليها يجوز له ذلك، وليها إذا زوجها وكانت بكرا
وزوجها بكفء يكفي صمتها. لكن هذا رجل آخر زوجها عندما زوجها افتات عليها. وصح إن قرب رضاها بالبلد. وصح إن قرب رضاها في المفتات عليها بالبلد، لأن كان الافتيات في البلد وفي بلدها هي، وقرب رضاها به. معناها عن المرأة إذا زوجها رجل افتات عليها، إذا كان الزواج إذا كان إنما وقع ذلك ببلدها هي، معناها مو ببلد بعيد عنها، وعندما سمعت بما فعل رضيت عن قرب يصح. الافتيات حين صحيح. الافتيات حين صحيح، ولكن هي لابد أن تعرب. مثلا سكوتها فقط لا يدل على أنها رضيت. إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. ولم يقر به حال العقد. ولم يقر بالافتيات حال العقد. نعم. وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به بالافتيات حال العقد. إذا أقر بالافتيات حال العقد لا يصح. اللي هو إذا أقر هو اللي هو الرجل هذا اللي افتات عليها، إذا أقر بأنه مفتات عليها أثناء العقد هذا لا يصح. نعم. وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد ففوض له أموره بنية جازة. فوضته. فوض. وإن أجاز مجبر، معناها المجبر إذا أجاز ما فعله ابن، أجاز مجبر في ابن، أيوة، وأخ، وأخ، وجد، فوض له أموره. معناها إذا كان المجبر اللي يملك الجبر على امرأة معينة زوجها ابنه، ولا زوجها أخوه، ولا زوجها جده، والحال أنه قد فوض لهؤلاء في أموره يتولون أموره، إذا أجاز ما فعلوه صح العقد. إذا أجاز هذا المجبر ما فعلوه صح العقد. إذا أجازه. إذا أجازه. نعم. هو ما دام قاعد فوض الأمور ما منع عنه. ربما لا لا, لا 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 يعني هذا أنها أن ولاية بنته تدخل في تلك الأمور التي فوض لها. بنية ببينة. ببينة، معناها لابد أن يكون ذلك التفويض ببينة. وهل إن قربت أولاد. ببينة معناها الشهود. بين الشهود. وهل إن قرب تأويلان، وهل محل صحة هذا العقد إجازة المجبر له بقربه، معناها أنه إذا لم يجزه على القرب فلا يصح. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشه. أيوة. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشه، معناها ابنة المجرب المجبر، ابنة المجبر إذا زوجها الحاكم أو زوجها غير الحاكم والمجبر على مسافة 10 أيام يفسخ هذا النكاح. نعم. 10 أيام. نعم. زين. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته. ابنته اللي هو. ابنته اللي هو الأب المجبر. اللي هو الأب. المجبر اللي هو المجبر. اللي هو المجبر. فيك عشرة. فيك عشرة. نعم. معنى عندي هو يعتبر بعد. سيقوله لك. وزوج الحاكم. كل ما يخطر ببالك. سيجي علي. سيجي علي. نعم. نعم. وزوج الحاكم فيك إفريقية. وزوج الحاكم. نعم فيك إفريقية وظهر من مصر. طيب وزوج الحاكم فيك إفريقية من مصر، معناها على قال ابن رشد عن منين تعود المسافة، كيف المسافة من مصر إلى إفريقية عن الحاكم إلى زوج، زواجه صحيح، إلى زوج بنت المجبر، إلى عادل المجبر لبعد
مثلا مسافة كإفريقية من مصر. من مصر. تزوج الحاكم في كإفريقية وظهر. وظهر. ظهر معناها هذاك رأي، ذاك رأي ابن رشد. وبالظهور ابن رشد. وظهر من مصر. مصر معناها إفريقية من مصر. وظهر. الظهر معناها توف هذا اختيار هذا رأي ابن رشد. وتؤولت أيضا بالاستيطان. وتؤولت أيضا بالاستيطان. تؤولت المدونة بأن محل تزويج الحاكم لبنت المجبر إذا كان على مسافة بعيدة أن يكون استوطن هذا المكان الذي وصل إليه. تسكن فيه. نعم. وتؤولت أيضا بالاستيطان. نعم. كغيبة الأقرب الثلاثة. كغيبة الأقرب الثلاثة. الأقرب منين يغيب ثلاثة أيام يجوز أن يزوج الحاكم. أنت قد مسافة، المسافة اللي على مسافة ثلاثة أيام. كغيبة الأقرب ثلاثة. وإن أسر أو فقد فالأبعد. وإن أسر أو فقد فالأبعد. معناها إلى اللي أسر الأقرب أو فقد يزوج الأبعد. يزوج الأبعد. يا أسر الأقرب، الأقرب لها من الأولياء. أو فقد يزوج الأقرب، يزوج الأبعد. كذي رق. كذي رق. كذلك إذا كان الولي الأقرب عبدا يزوج الأبعد. وصغار نعاته. والصغار كذلك إذا كان الأقرب صغير، طفل صغير يزوج الأبعد. وإذا كان الأقرب معتوه لا عقل له يزوج الأبعد. عاته اللي هو قوة العقل. نعم. وأنوثة. وأنوثة إذا كان الأقرب هو أنثى مولات، مولات يزوج الأبعد. نعم. لا فسق. لا فسق. أما الفسق فإذا كان الأقرب فاسقا فلا يزوج عليه الأبعد. وسلب الكمال. إلا أن الفسق سلب كمال الولاية، لم يسلب أصل الولاية وإنما سلب كمالها. ووكلت مالها. بحيث مثلا إذا وجدنا وليين متساويين أحدهما فاسق والآخر صالحا، والآخر صالح، فإننا نقدم الصالح على الفاسق هنا. نعم. وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية. ووكلت مالكة ووصية. المالكة سيد المالك.